بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على موضوع الاون ديلي تايمر في البي ال سي. طبعا الاون ديلي تايمر ده انا بستخدمه عشان اشغل حاجة معينة بعد زمن معين انا عايزه، يعني مثلا اشغل موتور زي ده كده بعد 10 ثواني، او افصله بعد 10 ثواني، او على حسب ما انا عايز. الاون ديلي تايمر بيكون شغال ازاي؟ طبعا التايمر الاون ديلي تايمر بيكون له انبوت وله اوتبوت، تمام. مثلا لو الانبوت عندي بالشكل ده كده والاوتبوت بتاعي بالشكل ده كده، الاون ديلي تايمر بيكون لو الانبوت بتاعه بزيرو، يعني مثلا هنا ما كانش فيه سيجنال عليه، هنا كان على سيجنال هنا بزيرو، فالاوتبوت بتاع التايمر بيكون قيمتها بزيرو. طيب اول ما الانبوت بتاع التايمر بيبقى بواحد، تمام، السيجنال هنا ما بتبقى بواحد بالشكل ده كده، بيبدأ التايمر بتاعي يعد الوقت اللي انا ظبطه عليه. بعد ما يعد الزمن اللي انا ظبطه عليه، مثلا لو انا هنا ظبطه على 10 ثواني، بعد ال10 ثواني بيبدأ الاوتبوت بتاع التايمر يكون قيمته بواحد. يعني هنا قبل ال10 ثواني ما يخلصوا كان القيمة عندي بزيرو، زي ما احنا شايفين كان التايمر مديني اوف بقيمته بزيرو، بعد ال10 ثواني هيبدأ يديني واحد. طيب التايمر ده كده في برنامج لوجيكس برو، زي ما احنا قلنا كده شكل البلوك بتاعه جوه لوجيكس برو. هنا كده انا بكتب اسم التايمر ده جوه برنامج ده، اسمه بيساوي ك، تمام. زي ما احنا شايفين هنا كده، مثلا هنا انا مسمي التايمر تي 4 0، يعني التايمر ده كده طبعا عشان بسمي التايمر، فانا مكتب تي 4 دي كده حاجة ثابتة جوه البرنامج، نقطتين فوق بعض، وبكتب هنا رقم التايمر، رقم من 0 لغاية 99، يعني البرنامج بيديني 900 تايمر تقدر تستخدمهم جوه البرنامج. تي 4 نقطتين دي كده حاجة ثابتة، وبعد كده بتكتب رقم التايمر بتاعك. هنا كده بتقول له عدد الثواني اللي انت عايزها التايمر دون يعمل لها ديلي بقد ايه. يعني مثلا هنا كده لو انا عاوز اظبطه على 10 ثواني بكتب له هنا 100. ليه؟ لان الواحد عنده بيساوي 1/10 ثانية، يعني هو قال لك هنا التايم بيز 1/10، معناها ان الثانية عنده ان الواحد عنده ب1/10 ثانية، تمام. فبالتالي ان انا مثلا عايز 10 ثواني، فبالتالي هكتب له هنا 100 عشان هو يقسمهم على 10، فيبقى عنده ايه 10 ثواني. لو انا مثلا عايز 5 ثواني فهكتب له هنا كام؟ هكتب له هنا كده 50، تمام. طبعا انا الاوتبوت بتاع التايمر انا باخده ازاي؟ طبعا الاوتبوت بتاع التايمر او بتحكم بالتايمر في الموتور ده ازاي؟ انا باخد نقطة نورمالي اوبن او نورمالي كلوز من الاوتبوت اللي هو الدي ان ده، تمام. زي مثلا هنا في الشكل ده كده انا واخد من التايمر نقطة نورمالي اوبن بسميها تي 4، يعني بديها نفس الاسم بتاع التايمر، وبقول له سلاش كده دي ان، ان هي واخدها منين؟ واخدها من الاوتبوت اللي هو الدي ان ده. وهنا برضو انا واخد نقطة نورمالي كلوزد من التايمر من الاوتبوت اللي هو الدي ان دون، قايل له تي 4 0 اللي هو نفس اسم التايمر سلاش ايه اللي هو الدي ان، يعني قايل له النقطه دي منين؟ من الاوتبوت اللي هو الدي ان ده. طيب النقطه النورمال اوبن والنورمال كلوز بيكون قيمتهم بكام قبل وبعد التايمر ما يعد؟ طبعا النقطه النورمال اوبن بيكون حالتها نفس حاله الاوتبوت اللي هو الدي ان ده. فلو انا لسه قبل ما التايمر بتاعي بيعد، انا لسه كده في الريجن دي كده، ده كده مثلا اللي هو البيفور، وده ايه؟ وده كده افتر، تمام. ده كده المنطقه اللي هي افتر ما بيعد اللي هو الديلي تايم بتاعه، وده كده ايه؟ بيفور الديلي تايم بتاعه ما يعده او ما يخلص. النقطه النورمال اوبن طبعا بيفور الديلي تايم بيكون الاوتبوت اللي هو الدي ان دوان بزيرو، فبالتالي ده هتكون قيمتها بكام؟ ده هتكون قيمتها بزيرو. افتر الديلي تايم قيمه الدي ان بتكون بواحد، فبالتالي الاوتبوت بتاعي او النقطه النورمال اوبن هتكون قيمتها بكام؟ بواحد. النقطه النورمال كلوز بيكون حالتها عكس حاله اللي هو الدي ان ده، فده كده لو بيفور الديلي تايم
بيكون الدي ان بتاعي بزيرو، فبالتالي قيمة النورمال كلوز هتكون بكام؟ هتكون بواحد. طيب هنا كده بعد الديلي تايم ما يخلص هيكون قيمتها بزيرو، لان الدي ان بقى بكام؟ بقى بواحد. هنا كده مثال، وهنشوف برضو على برنامج لوجيك سبرو ازاي هنعمل الكلام ده عشان الصورة توضح اكتر. السويتش ده كده يعتبر عندي الانبوت للتايمر. انا كده لو ضغطت على السويتش ده هيبدا التايمر بتاعي كده خد سيجنال بواحد، فهيبدا يعد الديلي تايم بتاعي اللي هو بكام، اللي هو انا ضبطه عنده قايله ب 100، يعني 10 ثواني. بعد ما خلص ال 10 ثواني هتلاقي الموتور ده بتاعي اشتغل. ليه؟ لان قيمه النقطه دي كده هتبقى قيمتها بواحد بعد ما دي ان هيبقى بكام، هيبقى بواحد. هنا بقى العكس، هنا العكس، الموتور بتاعي بعد ما التايمر بتاعي ما اقفل السويتش دون كده ويعد ال 100 ثانيه بتوعه او ال 10 ثواني بتوعه، هيبقى الدنيا دون عندي كده بواحد، فدي كده هتبقى قيمتها بزيرو، فالموتور بتاعي هيبقى بزيرو، يعني هيبقى اوف. ونشوف الكلام دون كده على برنامج اللوجيكس برو. فلو هنشتغل برضو على النافذه اللي هي بتديني الانبوت والاوتبوت سيميوليتور دي، لو هاخد مثلا الانبوت للتايمر اللي هو اي 1 0 الانبوت ده كده، والاوتبوت بتاعي اللي هو الموتور اللي هو الاوتبوت اللي هو او 2 0 كمان. طيب عشان اكتب بقى البرنامج بتاعي اللي احنا كنا لسه شايفينه، هضيف مثلا لاين، اكتب هضيف لاين الاول تمام من هنا كده، واضيف التايمر بتاعي من هنا كده، اضغط هنا كده هيظهر لي المكان اللي فيه التايمر تي اون وتي اوف والكاونتر والكلام دون. فانا هختار اللي هو التايمر اللي هو تي اون وندلي تايمر، هسحبه واجي احطه مثلا في اللاين ده كده. طيب عاوز اضيف نقطة نورمالي اوبن دي اللي هي بتاعت الانبوت بتاعي، فهجيب مثلا نقطة نورمالي اوبن كده تمام، واسحبها واحطها هنا. دي كده اللي هيكون بتاعة الانبوت اللي هو اي 1 0 تمام. طيب عاوز اضيف بقى الاوت بوت بتاعي اللي هو بتاع الموتور، عايز اضيف بقى الاوت بوت بتاعي اللي هو بتاع الموتور اللي هو احنا قلنا هنخليه اللي هو او 2 0، فاجيب الكويل ده كده واسحبه واحطه هنا كده، فهو هيبقى اوتوماتيك هيديني لاين من نفسه جديد. عاوز احط نقطه نورمال اوبن اللي هاخدها من اوت بوت اللي هو الدي ان، فهاجي هنا اجيب نقطه نورمال اوبن واسحبها واحطها هنا، دي كده اللي هشغل بيها الموتور بتاعي. ابدا بقى اسمي الكونتاكتس دي كده باسميها، او اعرف البرنامج كل كونتاكت دي بتاعت انهي ايليمنت او جايه من انهي اوت بوت في البرنامج. طيب زي ما قلنا ان الكونتاكت دي النورمال اوبن دي بتاعت الانبوت اللي هو اي 1 اللي هو بتاعت الانبوت اي 1 0، فبالتالي زي ما احنا خدنا المره اللي فاتت او شفنا المره اللي فاتت، اسميها اي 1 اي نقطتين فوق بعض 1 سلاش 0 وانتر. البرنامج بقى بيدي لك سهولة اكتر، ان انت بدل ما تكتب انت بايدك الاسامي، ممكن بتيجي تقف على الرقم ده كده او اسم الانبوت او الاول بوت دون كده تمام، وتسحبه وتحطه على الكونتاكت بتاعتك. مثلا لو مسحت دي هاجي اقف هنا كده واتك عليها كليك شمال واسحبها لغاية، واجي اقف على الكونتاكت لغاية ما تحول الماوس عندي او المؤشر بالشكل ده واسيبها، فيبدا يسمي لي الكونتاكت بنفس ايه، بنفس العنوان بتاع الانبوت ده تمام. ابدا اسمي التايمر بتاعي، اديله الادريسنج بتاعه زي ما هنا كده بنكتب اسم التايمر، فهكتب تي 4 نقطتين في بعض مثلا، ويبقى التايمر ده الرقم اللي هو ايه 0 وانتر. عاوز مثلا يشتغل الديلي تايم بتاعه 10 ثواني فهكتب له 100 تمام. طيب الكونتاكت دي كده انا واخدها من الاوت بوت اللي هو الدي ان بتاع اون ديلي تايمر ده، فبالتالي عاوز اسمي الكونتاكت دي بايه، باسم التايمر ده ومن الدي ان ده. طيب هاجي هنا كده اقف عليها واكتب تي 4 نقطتين فوق بعض و 0 سلاش
دي ان واضغط انتر. تمام كده قلت له ان هو الكونتاكت دي انا واخدها من التايمر دون ومن الاوتبوت اللي هو الدي ان ده. طب برضو يعني ممكن تسحبها، تسحب الاسم من الاون ريلي تايمر، هاجي اقف هنا كده واضغط كليك شمال واسحب واحط هنا على الكونتاكت ان هو هيسميها لي تي 4 0. هزود انا عليها ايه؟ هزود عليها اللي هو الدي ان. تمام الاوتبوت دون نفس الكلام، عاوز اعرفه ان الاوتبوت دون بتاعي اللي هو او 2 0، فهاجي اقف هنا كده واسحب كليك شمال واقف هنا واسيب الكليك شمال وهتلاقيه هو سميها لي او 2 0. لو عاوز اكتب برضو هنا كده اعرفه ان دون كده الانبوت عندي عشان تبقى العملية واضحة، edit symbol واقول له النقطة دي كده من التايمر. وبرضه الاول بالدون مثلا هو عندي الموتور، لو عاوز بقى اشوف البرنامج بتاعي شغال ولا لا فهاجي على النافذة دي واضغط داونلود واحوله على الران مود وهاجي على الانبوت واضغط عليه وهشوف الموتور بتاعي هيشتغل وقت ايه. لاحظ ان الموتور كده لسه ما اشتغلش. تمام والتايمر بتاعي بدأ يعد لان خلاص الانبوت بتاعه بقى بواحد، بعد العشر ثواني هيديها كده هيبقى قيمته بواحد والموتور بتاعي هيشتغل زي ما احنا شايفين كده. هنا الاوتبوت اللي هو او 2 0 بقى ايه اللمبة بتاعته نورت. لو انا بقى الانبوت بتاع التايمر دون رجع بزيرو تاني، فالتايمر بتاعي اللي هو الدي ان الاوتبوت بتاع التايمر هيرجع بزيرو تاني، فبالتالي الكونتاكت دي هتبقى قيمتها بزيرو، فبالتالي الموتور بتاعي هيقف. يعني لو فتحت السويتش ده تاني كده خلاص هنا رجع قيمته بزيرو زيرو، فالموتور بقى ايه بقى بزيرو تاني. لو ضغطت تاني هيبدأ التايمر يعد لعشر ثواني والموتور بتاعي يبدأ يشتغل مرة اخرى. لو انا بقى عايز اعمل الدايرة التانية اللي هي بعد عشر ثواني الموتور بتاعي لو كان شغال يقف، فبالتالي هستبدل الكونتاكت دي بايه؟ هستبدل الكونتاكت دي بكونتاكت نورمالي كلوزد. ممكن اعمل لها ديليت واسحب واحدة نورمالي كلوز من هنا تمام، واسميها نفس الكلام بايه تي 4.0 سلاش دي ان وانتر، هو يسميها لي عندي ايه التايمر. او انا كنت ممكن اقف على الكونتاكت اللي كانت نورمال اوبن مثلا اقف عليها كده واقول له تشينج تو كذا، فهو تشينج تو فهو بيحولها، لو هي كانت نورمال اوبن هو هيحولها لي لنورمال كلوز، ولو كانت نورمال كلوز هيحولها لي لنورمال اوبن. مثلا لو تكيت عليها كده كليك يمين وتشينج هو حولها لي لنورمالي اوبن، كليك يمين تاني هو هيحولها لايه لنورمالي كلوز. طيب لو عايزين نشوف بقى البرنامج ده شغال ازاي، هاجي هنا واضغط داونلود وعلى الران مود، فهتلاقي ان التايمر قبل ما تجيله سيجنال يعني قبل ما الانبوت بتاعه يبقى بواحد، فهنا الدي ان بكام؟ بزيرو، فبالتالي دي نورمال كلوز فقيمتها بواحد، فالموتور بتاعي شغال، فالاوتبوت دون كده شغال زي ما احنا شايفين. فلو خليت الانبوت بقى بتاعي بقى بواحد التايمر بتاعه هيبدا يعد، بعد ما يخلص عد هيبدا الدي ان دون يبقى قيمته بواحد، فدي هتبقى قيمتها بزيرو فالموتور بتاعي هيقف. كده الدي ان بقت بواحد، التايمر النورمال كلوز دي بقت بزيرو فالموتور بتاعي وقف. لو جيت بقى خليت الانبوت تاني يبقى عندي بزيرو، فتحت السويتش دون هيرجع الموتور بتاعي يشتغل تاني، لو ضغطت عليه هيبدأ يعد العشر ثواني ويفصل الموتور بتاعي. وكده نكون خلصنا موضوع النهاردة، وان شاء الله المرة الجاية ناخد تطبيق على موضوع التايمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.